حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. اولاد الفرخه ما فيش فيكم سحاب وجواب بتفركش ومن صرخه اخركم تشيل الفرخه حاربوا شافوكوا لبسوا صور عشان حيرقوا فيكوا خايف تروح لمين زي اللي سعيد بلاش تظلم قلبنا انا محتار وللانهار بفكر لحياتي كارثة كل يوم عايش في مرار يا ريت المر ينسى بقيت حاسس بخنقه ودي تعبت بجد يا زمان بشوف اشكال حياة الاندال كبار سني ومقام مرضي يقولوا كلام ويرجعوا فيه بهايم جنسيتهم خلات لو قدروا ما بيعرفوا ولو يدعروا يبقوا فاضيني ساحة واتبحني لما زمان يجرحني اللي بفرح اللي معه ما لقيتش واحد يفرحني انا ما بقيتش بمشي فلوسي خلت عدو صديق باول ما اتكشفت لقيته خصمني تاني يا شقيق يا دنيتي قولي لنا مين عشان محتار ما بتكلم انا غلبان يا بني ادمين ولا القاسي اللي ما بيرحم بقيت خايف انام ليلي عشان ممكن انام وموت واحد كان حلمه يبقى نجيب لكن زمان وانا صابر وغني هعرف تدي قوايا لكل نص زمايلي بقوا مساجين لما لبست وش مخي بقيت مرتاحه بقى خايف تروح مني زي اللي سعيد اللي بلاش تظلم قلبي معاك يا حبيبي ما ظلمني حكيت ليكي على حياتي بقيت بشتغلها يوماتي في كل ما انا بشوفك فيه بشوف انا امور امراضي يا مقطع يا ولاد الفرخه مفيش فيكم صحاب وزوار بيتفركش ومن صرخه ترش دول زوجة هحرمكوا شافوكوا لبسوا سواد عشان عر الرجولة في جمعات حتى ولا سيوفهم اتركنيت عرق ناس الاحصان عشان اشبال كتير عدت بقوا بيتعاركوا بين عيني بيضربوا نار على الابطال ضل يلع ولا فيكوا عدا تعالى شوف ايه يا صديق ايه حصل في ايه يا شقيق ده خصم رشاد وجمل حكومة كان واقف اللي في طريق صاحبي روشت حضرتي طب فيها ايه يا فردتي مالك خصمنا حاسب لا شايفك في بعربيتي هيلي اسود من المطار عملت ايه وليش جيتي انا طارت الصباط كسرت اللجنة افني شغلتك على مطاردة ايه اللي حصل تاني احكي ماما العربية تعرفوها جابوا بنات بيتا قضية عويس عملوها ايه تاجر سلاح شاب زميلي مدام هاري يا طار عرفت تقيت عادي راحوا قلبك جابوا العنوان قالوا اخويا من انبار ما تلبس ملوش فعلا ليه يتحط في الجدران مكنتش عارف اني خدوه ده جوا اوضة خصومتي سابوه ضعف سمام ونتنطر عشان شبل قاموا يعملوه ده نص خصومتك الملكي رشدوا من اجلي احبس وباقي خصومتك المساجين باي شكل بغي اخوك ده ذنبه المسكين طلعت علي الخفو يا عمو خصمي رن للداخل وقال لك وكين امو ده لو ما سلمتش نفسك ساعة واحدة انت عملت ايه يا شقيقة شكلك كده عديت اهوى انا سلمت نفسي اهوى عادي لو خدت فادة نفسي انصف مروى سلم وسط نقصة معاك قطر في الليلة طلبت الخصم على سنة ضربت جليت الضربة ضربت ونزلت الحبة حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم